يعني اعتقد ان الرد الاخير للولايات المتحده الامريكيه هو خطوه الى الوراء. يعني منذ ايام كنا نتحدث عن اتفاق وشيك بين ايران وبين مجموعه 5+1 باتفاق نووي جديد، اليوم خطوه اخرى الى الوراء وعوده الى جوله جديده من المفاوضات فيما يتعلق نعم بالبرنامج النووي الايراني. الرد الامريكي رغم ذلك هو رد متوقع، يعني ليس مفاجئ للجميع. الولايات المتحده الامريكيه لديها رؤية تختلف تماما عن رؤى وتوجهات إيران. أعتقد أن الشروط الإيرانية دائما وأبدا كانت موضع صدام وموضع خلاف داخل الأمريكية، خاصة أن يعني هناك جانب، يعني هناك دولة موجودة تشارك في المفاوضات ولكن بشكل غير مباشر وهي إسرائيل. يعني دعني أقول أن إسرائيل لديها دور كبير جدا في المواقف الأمريكية تجاه أو في الرد على المقترح الأوروبي فيما يتعلق نعم بالبرنامج النووي الإيراني. دكتور مسعود، هل بمعنى آخر هل نحن مقبلون على جولة من المساومات بين الولايات المتحدة وإيران في المرحلة المقبلة؟ بالطبع هناك جولة جديدة من المساومات، ربما هناك يعني جولة أخرى في فيينا يعني تتخللها مجموعة من التنازلات سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني، خاصة أن هناك شروط تراها الولايات المتحدة الأمريكية أنها غير مقبولة بالنسبة أو غير، يعني أعتقد أن الإدارة الأمريكية عاجزة عن تنفيذها فيما يتعلق بمستقبل الاتفاق النووي الجديد، خاصة أن إيران تريد ضمان مالية في نعم حال خروج أحد الجانب من الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران تطالب يعني مجموعة 5+1 بإغلاق ملف التحقيقات فيما نعم يتعلق بالمواقع الثلاثة السرية التي اكتشف فيها يورانيوم مخصب بنسبة عالية. أعتقد كلها أمور يعني صعب أن تقبلها الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل يعني أوروبا في وضع حرج للغاية. نعم دكتور مسعود، الاتحاد الأوروبي المتعطش للطاقة إلى أي مدى يستطيع تقريب وجهات النظر في هذا الملف؟ يعني ما شاهدناه خلال الجولات الماضية هو تحرك أوروبي إيجابي بشكل كبير جدا فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر، سعى كثيرا وحتى المقترح الأخير قد لقى قبول الجميع، يعني حتى في بداية المقترح، يعني وضع المقترح الأوروبي على مائدة المفاوضات كان موضع رضا للجميع، ورغم ذلك يعني وجدنا اختلاف في وجهات النظر مرة أخرى. أعتقد أن أوروبا تسعى في بشكل كبير جدا خلال المرحلة القادمة إلى نعم سرعة توقيع اتفاق جديد، لأن في وضع حرج نتيجة لوقف روسيا الغاز المصدر إليها، وهي تعاني اليوم أزمة طاقة بشكل كبير جدا، وتريد إدخال إيران مرة أخرى إلى سوق الطاقة العالمية لإحداث التوازن وإنعاش السوق الأوروبية من الطاقة. شكرا جزيلا الباحث في الشأن الإيراني الدكتور مسعود إبراهيم حسن على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا.